مش بهالاستديوهات، باستديوهات ميديا سيتي، اللاعب حمدان الحمدان. وقتها ما سألته أنا لو لم تكن لاعبا شو كنت اشتغلت، فوقتها ذكرني بعد 17 سنة طلال غامدي، قال لي شو رأيك أروح لعنده أسأله إذا لو لم يكن لاعبا شو كان ممكن يكون. راح نتابع الجواب. لو لم أكن لاعبا لتمنيت أن أصبح دكتور. لماذا؟ حلم كل شخص أو طفل صغير يتمنى أن يصبح دكتور لكي يعالج كل شخص محتاج، وتمنى السلامة للجميع بإذن الله. يا حمدان أنت صاحب الأرقام، أمان أمان يا حمدان. طبعا بعد اعتزالي كرة القدم بإذن الله سوف أتوجه إلى مجال التدريب. تحياتي لكم.